4 سنوات من الحرب والمعاناة في تعز مارست فيها الميليشيات الانقلابية انتهاكات مختلفة تصاعدت معها أرقام الضحايا بين القتلى والجرحى بالآلاف، ولا طريق للهدوء حتى الآن يمكن للمدينة أن تستعيد فيها عافيتها. كل ما يتمناه الإنسان اليمني خلال هذه الفترة أن ينتهي معاناة هذا الشعب، وأن ينتهي هذا، وأن تعمل الشرعية على إنهاء هذا الانقلاب وإنهاء معاناة الشعب التي أوصلت البلاد إلى الهاوية. في تعز كان لمؤسسة الدولة والمكاتب الخدمية نصيبها من الدمار، إذ تحل الذكرى الرابعة لانقلاب الميليشيات المشؤوم، وما تزال أغلب هذه المؤسسات تشهد دمارا واسعا، لا سيما المرافق الصحية والمستشفيات والمدارس. نستطيع أن نقول أن هناك عشرات المدارس تم استهدافها سواء بالمدافع أو بالقذائف، أيضا بالإضافة إلى معظم المنازل دمرت، وكذلك معظم المكاتب الدولة في محافظة تعز. ملفات شائكة ألقت بها الحرب الدائرة في تعز على المواطنين، أبرزها الملف العسكري، والذي شهد منذ اندلاع الحرب تمزيقا للأجهزة الأمنية والعسكرية على إثرها تركت المحافظة عرضة للنهب والسلب. اليوم نحن في الذكرى الرابعة نجد المشهد مغاير تماما ومختلف. هناك مؤسسات بدأت تقوم بشكل صحيح وسليم وكامل، لدينا جيش، لدينا أمن، الأمور تسير إلى الأفضل إن شاء الله عز وجل. الملف الاقتصادي هو الآخر، تعرض لضربات كبيرة ما ألحق به خسائر كبيرة انعكست آثارها بشكل سلبي على حياة الناس المعيشية، بالإضافة إلى الوضع الصحي والتعليمي اللذين تعرضا لقصف من قبل الميليشيات ألحق بهما دمارا وخسائر كبيرة في المباني، كما توقفت العملية التعليمية لمدة 3 سنوات. هناك انهيار اقتصادي بحت، وصل سعر الدولار منذ انقلاب الميليشيا كان سعر الدولار ب215 ريال، الآن تجاوز 650 ريال. هذا انهيار مخيف، تراجع مخيف، ارتفاع جنوني لجميع كافة السلع الغذائية الاستهلاكية والضرورية والأساسية. هناك حالة مجاعة، أكثر ملايين اليمنيين تهددهم المجاعة. في إطار ذلك لا يزال ملف الجرحى والنازحين مفتوحين، لم يشهد أي نقاشات، وما يزال الآلاف منهم خارج دائرة اهتمام السلطة الشرعية، لم تؤمن لهم العلاج أو المساكن ليعودوا إليها. على مشارف السنة 5 من الحرب تقف تعز تنتظر تنفيذ الوعود التي يطلقها التحالف العربي والحكومة الشرعية، فهل سيكون هذا العام فاتحة الخلاص أم سيستمر نزيف الدم؟ حمزة أمين، قناة بلقيس، تعز.